امتلك في مشوار الشامبيونز الطريق الى وامبلي والهدف الاول للسيتيزنز. خطا قاتل من لونين وبرناردو سيلفا جوليادور. 1-0 للمان سيتي، مفاجاه كبرى وانطلاقه صادمه لكارلو انشيلوتي والريال. مش ممكن يا لونين، الاوكراني شد الدهر وافسدها في لحظه. 1-0 للمان سيتي عن طريق برناردو سيلفا. ويربح 4-2، يتقدم كامافينجا، يشوت كامو، جول 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 المرينجي، جول ديل مرينجي. اي مباراة، اي عنوان لربع نهائي الابطال، اي كورة، اي سحر، اي اثر، اي تاثير. اضرب يا كامافينجا، جولاسو. 1 الريال، 1 السيتي في مرمى اورتيغا. فرنسي سجل ردا على الماتادور سيلفا. ترجع الكرة والهربة، رودريجو، رودريجو جول، مش ممكن الثاني، خش يدخل داخل تيليه. 2 المرنجي، 1 المان سيتي. مش ممكن ماتش مهبول، مش ممكن ماتش مجنون. شكرا يا لونين، هدفك شعل القمة، ولع القمة. الكلاسيكو في البرنابيو يتغير من لحظة إلى لحظة، يتغير من اسم إلى اسم، يتغير من واقع إلى واقع. الريال 2-1، في دقيقتين رجعوا، في دقيقتين تقدموا، في دقيقتين لولو حذر في الفودان وجول، جول 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 جول. كجولاسو يا فودان، كجولاسو يا فيل. اللي ضيع يقبل، وفودان يعيد مانشستر سيتي. حتى في أحلك الظروف، حتى في أسوأ الظروف، أنت سيتي يا مانشستر. شوف الكرة من زمان، قلت رغم الأداء السيء ما تعرف تولي 3-2. والله ولات 3-2، ولات 3-2. كفارديول من اليسار، كفارديول بيسراه، كفارديول بأقصى مداره، يحط الكرة في شباك لونين. 3 لمانشستر سيتي. يا سبحان الله، في وقت الحديث على أنني تكلمت ما تستغربش، السيتي يرجع 3-2، يحطها. لوكا يمشي بالكرة، لريال مدريد، وهدف الثالث. تاريخ، يا فالفيردي، والكرة من فالفيردي بطريقة العادات الهندوانية. مش ممكن، جولاسو عالمي، مش ممكن. من الكرة، هذا صاروخ، هذه مش كورة، هذا صاروخ. فالفيردي 3-3، فيني يعمل الكروس، حط له. جونيور، أرضية، جول، بابا جول. جونيور رودريجو، شباك السيتي في معقلهم هنالك في ملعب الاتحاد. 1-0 للريال، 4-3 للريال. فعلها جود بيلينغهام، مررها من هنالك اللاعب مردوكو، العرضية، بابا بابا جول. دوكو هو المنقذ، ودي بروين يجد الطريق للشباك، يعدل النتيجة للسيتي ربع ساعة قبل نهاية المباراة. كان يجب أن يدخل جيريمي، كان يجب أن يمرر دوكو، كان يجب أن يكون دي بروين في المكان المناسب والوقت المناسب ليعدل النتيجة أمام الريال. 4-4 صارت النتيجة، هدف لهدف في نهاية المطاف. بن وايت إلى ساكو، الله، توقفت مدافع الإفطار لكن مدافعهم لم تتوقف، على عجل وكبرق خاطف يدشنون أولى لحظات ليلة التاريخ عن طريق بوكايو، عن طريق ساكا. نعم، ساكا يسجل. الله، على تمرير التعادل، فعلوها. نعم، هذا البافاري يعود بجديد، هذا البافاري حتى ولو بدا جريحا فإنه قاتل، هذا البافاري حتى لو بدا جريحا فإنه قاتل يا جابرييل. خطأ في دفاعات
ويلز، عن طريق عصار لندن، عن طريق هاري كين، هاري وديفيد راير، هاري يا هاري في كرة من علامة الجزاء، هل يفعلها هاري كين؟ هاري كين وتزيد، الله 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 الله، لقد عاد هاري لفتح دفاتره القديمة، لقد عاد هاري نعم لفتح دفاتره القديمة، فعلاقته مع شباك أرسنال أوطد من كل العلاقات يا أرتيتا. هنا هاري كين يسجل ثار قبل المساء، الله هذا اللقاء، أي جنون هنا يحدث في ملعب الإمارات بعد هذه العودة. نعم أرسنال يعود في نتيجة هذا اللقاء، تروسار كان غيريرو داخل منطقة الجزاء، الله 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 الله، في الموعد المناسب لأن التعادل السلبي عندما يكون البايرن تكون يمال يمال يوي 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 خطيرة وغول رافينيا، غول البارسا تفتح مجال التسجيل الدقيقة 37، يفعلها البارسا بقيادة رافينيا مسجلا أول أهدافه في مسابقة دوري الأبطال. الكرة من ليفاندوفسكي، استلم ليفاندوفسكي، دخل ليفاندوفسكي، مر ليفاندوفسكي، رجعت لعثمان ديمبلي ودبر ديمبلي يفجر شباك تير شتيغن، قول يا عثمان، قول يا ديمبلي، قول فعلها الأسمراني من هنالك، اللاعب السابق لبارسا يفجر مرمى، يرجع الخلف تماما لفابيان لويس، خطيرة خطيرة، يعود في اللقاء ويصبح متفوق بثنائية، هدفان مقابل هدف واحد في سيناريو عجيب وغريب في خمس دقائق لم يكن متوقع تماما. هكذا بارسي لعب مع بيدري، رائعة 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 رائعة، با 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 غول في منتهى الروعة، يا سلام بيدري ورافينيا وثنائية للبرازيلي، هدف ثاني ولا أروع، تمريرة ولا أروع من بيدري لبيتري، رافينيا وغول ثاني، سجل في الدقيقة 37 وسجل في الدقيقة 17 من عمر الشوط الثاني في غفلة من دفاع فريق باريس سان جيرمان، علي رفض الركنية، غول غريب وعجيب، سيناريو مثل هذا داخل منطقة العمليات في داخل المطبخ، يدخل لكم كريستنسن هكذا ويضرب الكرة بالرأس ويسجلها، لا هي عالية ولا هم يحزنون، كرة نازلة وحده ضربها إلى مين؟ يمال يتقدم، يمال مر، يمال تلقى الفرصة، الله هذا البرازيلي قرر أن يعيش دور البطولة مرتين، بطل ليلة باريس لا ينزع أبدا ثوب البطولة هنا في برشلونة، البارسا يتقدم في نتيجة هذا اللقاء، البارسا يصل أولا عن طريق لامين، هذا تقدم اللي كان مازال فيتينيا يتقدم، كرة إلى باركولا من الطرف الأيسر، عرضية تأتي وهدف التعادل عن طريق ديمبلي، ديمبلي نعم يعود، ديمبلي يعيد الفريق الباريسي إلى نتيجة هذا اللقاء، هنا عثمان ديمبلي يسجل هدف الرد، هنا ديمبلي يسجل هدف العودة مع بطاقتين صفراوين، واحدة على إنيغو وأخرى على كيليان مبابي، لكن هدف ديمبلي هنا يحتسب، الفار فأشرف إلى فيتينيو، الله رغبة
محبتهم لا تغيب، انتفاضتهم تبدأ، أمالهم تبقى، أمانيهم ترتسم وحلمهم ينمو من جديد. هنا البرتغالي مثلما فعل في مباراة الذهاب يعود ليفعل هنا في مباراة العودة ليتقدم للفرق. كيليان أم أن لشتيغن رأي آخر؟ هل يفعل كيليان أم أن لتير شتيغن رأي آخر؟ هنا كيليان مبابي، لا يمكن أن تتنبأ بردود فعل الحالمين، إنهم يوقظون أحلامهم. عودي لهم أيتها الأحلام، استفيقي أيتها الأمنيات. باريس يطرق بغير يتصدى، كيليان في التسديدة والهدف الرابع. خلاص حسمها الباريسي، نعم حسمها الباريسي، نعم هو كالكابوس في عز الأحلام الجميلة للآخرين.